الرحيم بأن مشكلات الأمة إنما نعم لعل أهمها فإذا هذا الحدث بوحده هذا يعني يواجهونه بقوة. الأمة اليوم أمة الإسلام مليار ونصف المليار مسلم على وجه الأرض. المسلمون اليوم عندهم قوة اقتصادية من مهمة جدا. المسلمون في مواقع ثقافية في غاية إذا نحن عندنا بشرية ثروة اقتصادية أماكن جغرافية في غاية الأهمية عندنا ديننا وإيماننا وعقيدتنا كلها تجعل هذه الأمة أمة قوية تواجه هذه الأمة الأعداء ما يفعلون. لذلك الله قال بحب جميعا ولا هذا لأن على النعمة العظمى التي من خلالها نحرر أمة من أي أجنبي أو خارجي عليها. وبالمقابل قال الله تعالى لا تنازلوا تفشلوا وتذهب ريحكم. إذن إن فرقتنا سبب في فشلنا وضياعنا. دليل على أن العكس هو أن قوتنا هي التي تكون في مواجهة أعداءنا. فإن أعداءنا يقولون فرق تسد، فرق المسلمين فرق، فالسيادة للصهاينة أو السيادة لأعداء الأمة. أما إذا اجتمع المسلمون فالقوة لهم ولا يستطيع أن يفعل بهم شيئا. لذلك النبي عليه الله تبارك وتعالى أولا قال لنا إنما المؤمنون إخوة، والنبي المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه يعني لعدوه ولا يخذله في وضعه هكذا. والله جل وعلا صلى الله عليه وسلم من كان في عون العبد من كان في عون أخيه كان الله عونه. ولذلك واجتماع الكلمة ووحدة الصف يمثل قوة كبيرة جدا لأمة الإسلام. أما إذا كنا كذلك لا يستطيع أحد أن يواجهنا على الإطلاق. وشكرا لكم والله يعطيكم العافية. شكرا شكرا.